كما أسهم مع الرياض في العام الماضي بالوصول إلى دوري المحترفين. الكرة ملعوبة على الطرف الأيمن إلى انطلاقة، المحاولة إلى محمد الرايحي، محمد يلعب كرة عرضية لكن مقطوعة نيفيز، أبعد كرة محمد الرايحي الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية انطلاقة كانت رائعة. الهلالية الكاملة في هذه اللحظات، ياسر الشهراني يتلقى كرة رائعة جدا العرضية من ياسر لكنها مرت من أمام الجميع. الاستلام كان رائع من ياسر، التمريرة لم تكن بنفس الجودة لسلمان الفرج. سلمان في نقلة ملعوبة بالجهة اليمين، المحاولة لسعود، سعود رجع بالكرة أو وصلت فعليا الآن لسعود، العرضية من سعود إلى متروفيتش والراسية من متروفيتش إلى قد استحسان جماهير الهلال. واجه في الهلال التحية، واجه عناصر الهلال التحية على هذه الكرة اللي مرت إلى خارج أرضية الملعب. احتجنا إلى كثير من الوقت إلى مزيد في صالح الهلال. الهلال يسيطر على كرته، المحاولة تبقى قائمة في منطقة الجزاء إلى سعود عبد الحميد، الراسية رائعة من متروفيتش في عادة الكرة لكنها واصلة إلى خارج أرضية نيفيز. يلعب كرة ترجع على مرة أخرى، يلعب العرضية الراسية، الله على كرة راسية مرت باتجاه يزيد أبو ليل. هذه المرة من راسية رائعة جدا كانت من متروفيتش. أولا العرضية من روبن نيفيز، شوف القيمة العالية لروبن نيفيز حينما يتقدر إلى سلمان الفرج، ثم كرة من الحمدة ممتازة لسالم، الكرة تصل باتجاه سالم، الانطلاقة من سالم في النهاية الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مع المطالبات من جماهير الهلال بوجود ركلة جزاء في هذه اللقطة، هذه حالة التحام بين سالم الدوسري ونيلسون في النهاية الكرة إلى عن المشاركة في الدوري ممتاز لطيلة هذه السنوات لكنه يصل إلى كأس الملك في أدوار متقدمة. الكرة لسعود، سعود يلعب كرة لمتروفيتش، متروفيتش مع الكرة لكن أبو ليلى تألق في هذا، لعب الكرة من مكان صعب بالنسبة له وأيضا لعبها في مكان صعب على حارس المرمى. ردة الفعل عالية من يزيد أبو ليلى، رائعة من يزيد أبو ليلى، شوف اليسارية، شوف كرة متروفيتش اللي أطلقها. يستعيد الكرة سريعا باتجاه سالم، عدى فيها سالم، عدى من الثاني سالم، الثالث يا سالم، الرابع لا فكر انه يلعب كرة عرضية مقطوعة، والتسديدة ترتد من المدافعين مرت إلى الدوسري. تصوروا معي لو ان سالم قرر يسددها، تصوروا معي لو انه نجح في تسديدها. سلمان الفرج إلى ياسر، ياسر تقدم وانطلق، ياسر يلعب كرة إلى سالم الدوسري، سالم إلى مالكوم، إلى متروفيتش، متروفيتش في تسديدة لكنه يفشل معها. مالكوم التغطية حاضرة من أمامه، عادت للهلال إلى سعود، سعود إلى الحمدان، عبد الله من الجهة اليمين، عبد الله يتقدم إلى منطقة العمق إلى سالم الدوسري، سالم بتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. يسارية سالم يلعب كرة في الجهة اليمين، مالكم إلى سعود عبد الحميد، الكرة واصلة هلالية روبن نيفيز، والتسديدة من سلمان لكن هناك مشكلة أخرى. سلمان يأخذ كرة، حاول فيها سلمان يلعبها إلى مالكم، مالكم يحاول يعدي، نجح في المرور، والتسديدة من مالكم لكنها واصلة إلى يزيد أبو ليلى تحديدا من الهلال، ولو أنه الاحتكاكات تأتي من الجانبين. الكرة مبعدة، المحاولة لروبن نيفيز، الله كل الحل عند روبن نيفيز، إذا غابت الحلول فالحل هنا، روبن نيفيز أرسلها قوية صعبة جدا على يزيد أبو ليلى، يعطي الهدف الأول للهلال، يرسل الأفراح إلى المدرج الأزرق هنا في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد. الله على روبن نيفيز، شوف روبن نيفيز بانت قيمته، ظهرت قيمته لما تقدم للأمام روبن، ذهب إليه روبن نيفيز. الكرة مرت من سافيج إلى خارج أرضية الملعب ليواجه الهلال من الجبلين في شوط المباراة الثاني. الكرة تلعب عرضية لكنها باتجاه بونو، بونو اللي لم يختبر أبدا في المباراة، نجح في التقاط الكرة الماضية، يلعب كرة لسعود عبد الحميد، سعود يأخذ كرة من الطرف الأيمن يلعبها بعرض الملعب واصلة، يا سلام يا سعود، نقلة رائعة باتجاه سالم الدوسري، سالم لعب كرة لياسر الشهراني، شهراني بعرضية لكنها مقطوعة، نجح دفاع الجبلين، كرة لسالم الدوسري، سالم بتمريرة لعبت باتجاه متروفيتش، متروفيتش وتسديد، الله هدف ثاني، صالح الشهري يسجل ثاني أهداف الهلال
بكامل زينته وبكامل قوته في شوط المباراة الثاني، وعبر صالح الشهري وفرد الهلال. مباراة الكرة المبررة لصالح، قوية من صالح على أبو ليلى، والهلال يزيد من أهدافه في مرمى يزيد ويسجل ثاني أهدافه في شوط المباراة الثاني عبر صالح الشهري. ثنائية هلالية تنطق في شوط المباراة الثاني وتسعد أنصار الهلال في الشوط الثاني من المباراة. الهدف الثاني عبر صالح الشهري، هدفين مقابل لا شيء. الهلال يتقدم في شوط المباراة الثاني. الجبلين الذي ظل محافظا على مرمام طب فرحا بتقدم الفريق بثاني أهدافه في المباراة. الحكم يذهب للتأكد من سلامة وصحة الهدف. هذه الكرة اللي جات عند سافيج، القرار بعد العودة للهدف بمخالفة. إذن سالم الدوسري مررها بعرض الملعب، وصلت لكنو، كنو لعب كرة طويلة لكنها وصلت باتجاه حارس المرمى ياسر الشهراني. الأوقات الأخيرة في زمن شوط المباراة الثاني، هل تكفي الهلال إلى أن يضيف هدف آخر في شوط المباراة الثاني؟ كنو، والتسديدة قوية من كنو، لكن يزيد أبو ليلى هذيرا في الكرات من خارج منطقة الجزاء، لذلك تألق أمام كرة هي من الكرات الصعبة على حراس المرمى، تلك الكرات اللي ترتطم من أمام حارس المرمى بالأرض، من أصعب الكرات، ومع ذلك اللعبت من يزيد لصالح الجبلين طويلة في الأمام. استعاد الكرة الهلال إلى سالم، سالم عدى، سالم انطلق في الجهات اليمين، سالم مع الكرة، المحاولة خطيرة، وسالم يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، فرصة خطيرة. خلاص الأوقات الأخيرة من مباراة فريقها اقترب من النهاية. الكرة طويلة من البريك إلى خارج أرضية الملعب، وفي هذه الأثناء أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، أطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن نهاية أحداث هذه المباراة.